والآن نبدأ طريقة الماسكة أو يد البراد. هنا بدأت ب14 غرزة سلسلة، ما يكفي لحجم الرأس. فنربط الغرزة الأخيرة بالغرزة البداية بغرزة منزلقة بهذه الطريقة. والآن سنبدأ نملأ هذه الدائرة بغرز نصف عمود، نملأها تقريبا أعتقد 14 غرزة نصف عمود. صنعت 14 نصف عمود وأربط في النهاية بغرزة منزلقة فوق غرزة نصف عمود، ولو أن الدائرة لم تمتلئ بعد، ولكن ليس مشكلة، هنا سنربط بغرزة منزلقة. الأفضل أن غرز سلسلات البداية تكون ضيقة قليلا، هكذا تمتلئ جيدا. نحاول أن نجر الغراز كي تمتلئ. الآن سنشتغل في هذه الغرز فوق كل غرزة نصف عمود غرزة نصف عمود، وفي النهاية نربط بغرزة منزلقة بهذه الطريقة. ندخل الإبرة، نخرج، نلف ونخرج من كل الغرز، وهكذا سنشتغل فوق كل غرزة نصف عمود، نصنع غرزة نصف عمود. في النهاية سنربط بغرزة منزلقة فوق غرزة نصف عمود الأولى التي بدأنا بها هذه الدورة. والآن سنتبع بنفس الطريقة بدون زيادة، يعني بدون أن ننقص أو نضيف غرز. سنشتغل فوق كل غرزة نصف عمود غرزة نصف عمود إلى أن نصل في النهاية ونربط في غرزة منزلقة. سنشتغل يعني لخمس دورات هكذا، الدورة الأولى هنا والثانية، وما زال لدينا ثلاث دورات ثم أعود إليكم. في النهاية هنا نربط بواسطة غرزة منزلقة. والآن في هذه الدورة سنحاول أن نجمع غرزتين في غرزة نصف عمود واحدة بهذا الشكل كما تشاهدون. ألف حول الإبرة، أدخل الإبرة في هذه الغرزة، أخرج الخيط مرة أخرى، أذهب ألف وأذهب إلى الغرزة الموالية وألف حول الخيط وأخرج من كل الغرز. ثم الغرزة الموالية أصنع عادية، غرزة نصف عمود، الغرزة التي تليها أجمعها مع الغرزة الموالية أيضا في غرزة واحدة، يعني غرزتين أجمعهما في غرزة واحدة والغرزة الأخرى أصنع فوقها غرزة نصف عمود، ثم من بعد أجمع غرزتين المواليتين في غرزة واحدة، والغرزة التي تليهما أصنع فوقها غرزة نصف عمود إلى نهاية الدورة. في النهاية أربط بواسطة غرزة منزلقة. والآن سأشتغل فوق كل غرزة أصنع غرزة، هنا غرزة سيصبح يعني غرز أقل، هنا غرزة نصف عمود، هنا غرزة نصف عمود، كي يصبح يعني العنق قليلا أضيق، هنا غرزة نصف عمود، هنا غرزة نصف عمود، وأتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة. سنتابع على كل حال لأن الدورة صغيرة جدا. مباشرة أريكم من هنا غرزة نصف عمود هنا أيضا. والآن وصلنا تقريبا النهاية، سنربط بواسطة غرزة منزلقة. الآن فوق كل غرزة سنصنع غرزتين منتفختين، غرزتين منتفختين. أبدأ بهذه الغرزة وأبدأ بالارتفاع بثلاثة غرز سلسلة. في نفس الغرزة سأصنع غرزة منتفخة بثلاث لفات كما اشتغلت في القاعدة بهذه الطريقة. أصنع في نفس الغرزة أيضا غرزة منتفخة ثانية بنفس عدد اللفات. هذه الغرزة المولية أصنع فقط غرزة منتفخة، أصنع فيها غرزة منتفخة واحدة. الغرزة التي تليها أصنع فوقها غرزتين منتفختين. بهذه الطريقة. وسأتابع
بهذه الطريقة، فوق غرزة نصف عمود أصنع غرزتين منتفختين، والغرزة التي تليها أصنع غرزة واحدة، مرة غرزتين مرة غرزة مرة غرزتين مرة غرزة، إلى أن أنتهي من كل دورة. هنا في النهاية بقيت لي غرزة واحدة، صنعت غرزتين منتفختين فيها، حتى وإن كانت في البداية غرزتين منتفختين ليس مشكلة، فنربط بغرزة منزلقة هنا، ثم نبدأ من جديد نصنع، نشتغل بين غرز. هنا سنشتغل بين كل غرزتين منتفختين، نصنع في البداية سنرتفع بثلاثة غرز سلسلة مكان، أي عفوا كارتفاع، كي نصنع غرزة منتفخة. هنا سأشتغل غرزتين منتفختين، يعني مثل الدورة السابقة، مرة غرزتين منتفختين ومرة غرزة منتفخة واحدة. فهنا أصنع الغرزة المنتفخة الثانية هكذا كي نضمن يعني أن تكون هناك زيادة. ننتقل إلى بين الغرزتين، هنا سنصنع غرزة منتفخة واحدة. هنا بين الغرزتين المنتفختين مواليتين نصنع غرزتين منتفختين، غرزة منتفخة الأولى ثم الثانية، وسنشتغل بهذه الطريقة. هنا سنصنع بين هاتين الغرزتين غرزة منتفخة واحدة، كما قلت لكم، مرة نصنع غرزتين منتفختين، مرة غرزة منتفخة واحدة، مرة غرزتين، مرة غرزة واحدة، وهكذا نشتغل في كل دورة إلى النهاية وأعود إليكم. في النهاية نربط بواسطة غرزة منزلقة، والآن سنشتغل عادي بين غرزة منتفخة وغرزة منتفخة، غرزة منتفخة جديدة، ودائما في البداية نرتفع بثلاثة غرز سلسلة ثم نصنع غرزة منتفخة. الطريقة نذهب إلى بين هذه وهذه الغرزة، نصنع أيضا غرزة منتفخة، وسنشتغل بهذه الطريقة، يعني لا يوجد زيادة هنا، سنشتغل فقط بين الغرز ونصنع غرز منتفخة جديدة كما تشاهدون، يعني غرزة 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 إلى النهاية وأعود إليكم. هنا في النهاية سنربط بواسطة غرزة منزلقة فوق غرزة المنتفخة التي بدأنا بها، والآن سوف نشتغل، سنترك هذا هو الوسط تقريبا حيث ثلاثة غرز السلسلة التي بدأنا بها سابقا الدورة السابقة، سنذهب إلى بين الغرزتين هنا ونصنع غرزة منزلقة. سنبدأ الآن ننقص الغرز حتى نحصل على شكل بهذا الشكل، يعني شكل دجاجة أو ديك. فهنا سنترك هذه الغرزة لا نشتغل فيها، سنشتغل بين الغرز، بين كل الغرز نصنع بين غرزتين غرزة واحدة، إلى أن أصل هنا وأصنع غرزة واحدة وأعود من جديد، لا أشتغل هنا، سأريكم كيف. هنا نبدأ بثلاثة غرز سلسلة كارتفاع، ثم في نفس هذه الحلقة أو بين الغرزتين هنا نصنع غرزة منتفخة جديدة، وأذهب وأشتغل بين هاتين الغرزتين، أتابع بهذه الطريقة، أشتغل دائما بين الغرزتين وأصنع فقط غرزة منتفخة واحدة. سأشتغل فقط غرزة منتفخة واحدة إلى أن أقترب من انتهاء الدورة وأعود إليكم. فهنا كما تشاهدون اشتغلت إلى بين هاتين الغرزتين غرزة منتفخة، لكن هنا لم أشتغل، هذه فقط ثلاثة غرز سلسلة، هنا بغرزتين منتفختين لم أشتغل فيهما، فأقلب طرف وأعود للاشتغال، دائما أشتغل بين الغرزتين. هنا مثلا أبدأ بغرزة منزلقة، دائما في كل دورة الآن نبدأ بغرزة منزلقة داخل، في البداية داخل غرزتين منتفختين، وأصنع هنا غرزة منتفخة جديدة، وأبدأ دائما ارتفاع بثلاثة غرز سلسلة، وأصنع هنا غرزة منتفخة، ثم أكمل بين كل غرزة منتفخة وغرزة منتفخة غرزة منتفخة جديدة، إلى أن أصل في النهاية هنا، وأكيد سأصنع آخر غرزة هنا بين آخر غرزتين.
بنفس الطريقة سأعود كل مرة في الآن في الدورات، كل مرة تنقص غرزة واحدة، تنقص تنقص تنقص، وهكذا يتقلص الحجم عفوا، ويصبح بهذا الشكل. فنتبع من فضلكم هذه الطريقة، دائما نشتغل بين غرز منتفخة، ولن نشتغل بعدها أو قبلها، يعني قبل الأولى أو بعد، قبل الأولى أو بعد الأخيرة، نشتغل دائما بين الغرز، ونبدأ كل مرة الدورة من جديد. نربط هنا بغرزة منزلقة، نصنع 3 غرز سلسلة كارتفاع، ثم غرزة منتفخة، ونتابع بنفس الطريقة إلى أن نحصل يعني على الحجم الذي نريده. في النهاية نحصل على هذا الشكل. كما تشاهدون أنا هنا اشتغلت فقط إلى تقريبا 1 2 3 4 5 6، يعني 12 غرزة منتفخة هنا. يمكن أن ننتهي، فقط أن هذا الطول كافي جدا كماسكة ليد البراد، كافي جدا، فيكفي هذا الطول، ليس هناك يعني أي داعي أن نكمل هنا، سيكون طويل جدا. الآن سنزين الجوانب بالخيط بهذا اللون، يعني لون الوردي. سنربط الخيط هنا أو في أي مكان تريدونه، ونبدأ بالتزيين بأي غرزة نحب. أنا دائما صراحة لا أعرف كيف أزين بأي غرزة، دائما اي شيء يعني يكون في بالي الا واشتغل يعني به. فهنا اعتقد ساصنع غرزة منزلقة، ثم اصنع هنا ثلاثة اعمدة. العمود الاول هنا في هذه الجهة، هنا العمود الاول، يمكن أن أصنع غرزة سلسلة العمود الثاني، غرزة سلسلة العمود الثالث، ومن بعد نربط هنا بغرزة منزلقة أو غرزة حشو، يمكن غرزة حشو. بنفس الطريقة سنشتغل هنا، نصنع دائما في هذه الجهة حيث 3 غرز سلسلة كارتفاع هي التي نصنع فيها يعني هذه الغرزة، والغرزة التي ليس فيها غرز السلسلة كارتفاع نصنع فيها غرزة حشو. هنا غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود في نفس الغرزة والحلقة، غرزة سلسلة مرة أخرى، غرزة عمود، ثم هنا نصنع غرزة حشو أو غرزة منزلقة، ليس مشكلة. هنا كما تشاهدون 3 أعمدة، نصنع فيها عمود، غرزة سلسلة، عمود، غرزة سلسلة، وعمود ثالث، ثم هنا نصنع غرزة حشو. كما تشاهدون هذه الغرزة، سنتابع بنفس الطريقة على طول الدورة. هنا عندما نصل يمكن أن نشتغل في غرزة ونترك غرزة فارغة. عندما أصل هنا أعود إليكم. كما تشاهدون وصلت تقريبا جهة الركن، والآن سأصنع هنا هذه الغرزة، هنا سأصنع فيها غرزة حشو. من بعد سنترك غرزة ونشتغل في الغرزة المالية، ونصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود في نفس الغرزة، غرزة سلسلة، وغرزة عمود بهذا الشكل. ونصنع الآن غرزة حشو، نترك غرزة فارغة ونشتغل في الغرزة المالية، نصنع فيها غرزة حشو. نترك غرزة ونشتغل في الغرزة الأخرى، نصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود، ثم نترك غرزة دائما فارغة ونشتغل في المالية، ونصنع غرزة حشو. والآن سنشتغل في هذه الغرزة هنا واحدة فارغة، ونشتغل في التي تليها، ونصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود. سنربط في هذه الغرزة، نحاول أن نربط دائما في الغرزة التي ليس فيها 3 غرز سلسلة.
هنا صنعت غرزة حشو، ومن بعد الآن نتابع في هذه الغرز السلسلة الثلاثة. نصنع عمود، غرزة سلسلة، عمود، غرزة سلسلة وعمود في نفس هذه الغرزة. وهنا غرزة حشو، نتابع بنفس الطريقة إلى أن أصل هنا وأعود إليكم. هنا كما تشاهدون صنعت غرزة حشو في هذه الجهة. الآن سنصنع، قبل أن نربط، نصنع هنا في هذه الغرزة، هنا نصنع فيها غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود في نفس الغرزة، غرزة سلسلة، غرزة عمود في نفس الغرزة. والآن نصنع غرزة حشو في بداية هذه الدورة، بدايتها تقريبا، أو هنا إما أن نربط هنا في بغرزة منزلقة أفضل، ونقطع الخيط من بعد. ويمكن أيضا أن نصنع غرزة يعني حشو في أعتذر هنا خطأ نصنع غرزة حشو في هنا في الأساس. نقطع الخيط طويل كي يعقد جيدا وندخله بين الغرز، وهذا هو الشكل كما تشاهدون، شكل جميل. سأزيل هذه الخيوط، بقايا الخيوط، من بعد نبدأ جهة الرأس. هنا أنا سأزين الرأس هنا فقط بالوردي، حتى المنقار بالوردي. فنشتغل هنا، نحاول أن نقفل هذه الجهة بالكامل، نأخذ يعني جهة جهتين معا، نربط الخيط جيدا أولا، أعتذر للإضاءة. فهنا ندخل إبرة مرة أخرى في نفس الغرزة ونصنع غرزتي سلسلة. أذهب إلى الغرزة التي تليها والمطابقة لها كما تشاهدون، هذه الغرزة وهذه الغرزة، أخرج الخيط وأصنع غرزة عمود في نفس الغرزة والغرزة الأخرى، نصنع غرزة عمود أخرى وغرزة ثالثة في نفس الغرزة. ثم سنأخذ هذه الغرزة والغرزة المطابقة لها أو المقابلة لها من الجهة الأخرى، ونخرج الخيط، أعتذر هنا، نحاول أن نخرج الخيط جيدا، بهذه الطريقة نصنع غرزة حشو بهذا الشكل. حشو صنعت هنا غرزة حشو. الآن سأصعد بغرزتي سلسلة وأذهب إلى هذه الغرزة، لا الغرزة الأخرى هنا والتي مقابلة لها من الجهة الأخرى، يعني هذه دائرة. سنأخذ هذه الغرزة والغرزة الأخرى، نحاول أن نصنع نفس الشيء، يعني تقريبا ثلاثة أعمدة هنا، واحد في نفس الغرزة والغرزة الأخرى، نصنع العمود الثاني ونصنع العمود الثالث، ثم نربط تقريبا هنا. نحاول أن نأخذ من هذه الجهة، ربما أفضل بهذه الطريقة، ونصنع غرزة حشو. الآن سأقطع الخيط وسأحاول أن أصنع منقار بطريقة سهلة. سأخذ هنا نربط الخيط، بهذه الطريقة، ثم نحاول أن نصنع منقار بطريقة سهلة. نصنع ثلاثة غرز سلسلة، ثم نأخذ هذه الغرزة الموالية تقريبا هنا ومن الجهة الأخرى، ونأخذ الغرزة الأخرى هنا القريبة منها والغرزة التي تليها بهذا الشكل، ونحاول أن نجمع كل الغرز في غرزة واحدة فقط.
كما تشاهدون منقار بشكل بسيط. سنقطع الخيط. والآن بالنسبة للعيون، أنا أستعمل هذه العيون، لكن بالنسبة لكم يمكن أن تخيطوا هنا عقيقة سوداء، عقيقة بيضاء كما تحبون، حتى عقيقة بهذا اللون، باللون الزينة سيكون جميل، لكن غالبا نستعمل عقيقة سوداء، ويمكن أن تطرزوا باللون الأسود هنا وهنا كدائرة، ويمكن أن تصنعوا دائرة صغيرة جدا باللون الأسود بالكروشيه. أنا سأستعمل هذه العيون. وسنزيل كل هذه الخيوط أولا، وفي النهاية نحصل على هذا الشكل الجميل كما تشاهدون، مفرش في غاية السهولة على الطريقة القديمة، فقط فيه تبديل قليلا. اشتغلت فقط بهذه الغرزة المنتفخة، غرزة سميكة جدا مناسبة لمثل هذه المشاريع. أعتذر كثيرا على الإضاءة، حاول أن أظهر لكم المشروع عن قرب. فإن كنتم تحبون مثل هذه المشاريع اكتبوا لي هذا في التعليق، يعني أحاول أن أعرف ما هي أكثر المشاريع بالكروشيه التي تحبونها، هل تحبون يعني أكثر هذه المشاريع مثل اكسسوارات المطبخ ومفارش الصينية وغيره، أم تحبون أشياء أخرى أكثر؟ كل واحد من فضلكم يحاول أن يكتب لي تعليق في التحت، يعني ما هو أكثر الأشياء التي يحبونها، يعني أنا أصنع لهم في القناة. وأسأل الله تعالى أن تعجبكم حلقة اليوم. أترككم إلى حلقة أخرى إن شاء الله مع مشروع آخر، وأسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم معي، وأن يكون الشرح واضح، وأن تكون الصورة واضحة لكم أيضا جيدا. نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.